اول حاجه ما تديش تليفونك لحد. طيب الحاجه التانية، التليفون بتاعك لو عليه اي تطبيق من خارج متجر جوجل بلاي او اي متجر تبع جوجل، يعني التطبيق اللي موجود على تليفونك بعيد البعد تماما عن جوجل، يبقى التطبيق ده جواه فيروسات، جواه ملفات خبيثه، فبالتالي تليفونك في حاله اختراق. لو جهاز الكمبيوتر او اللابتوب عليه برنامج، والبرنامج ده انت مسطب له كراك عشان ما معكش فلوس، الميزانيه مفيش على الحديده، فبالتالي انت بتضطر ان انت تنزل تطبيق او نفترض تنزل برنامج على جهاز الكمبيوتر وعليه كراك، يبقى الجهاز بتاعك في حاله اختراق. حتى نسخه الويندوز يقول لك مثلا انا دلوقتي مش معايا ان انا اشتري مفتاح التفعيل بتاع نسخه الويندوز، فبالتالي انا هنزل اي كراك او اي اكتف، المهم ان انا اخلي اللابتوب او الكمبيوتر بتاعك يكون شغال. لو انت بتخش على مواقع والمواقع دي بتنزل منها فيديوهات مواقع اباحيه او نفترض اي مواقع خبيثه، دلوقتي الجهاز بتاعك بقى فيه فيروسات، فبالتالي في حاله اختراق. لو انت التليفون بتاعك يعني مش بتعمل تحديث للتطبيقات او تحديث للنظام بتاع التليفون، يبقى تليفونك في حاله اختراق. طب يعني ايه هو التحديث ده؟ الهدف منه ايه؟ وايه اللي يخليني انزل تطبيق من جوجل؟ طب ما انا ممكن انزل من اي مكان. هقول لك ايه السبب ان انت تنزل تطبيق تبع جوجل وليه تعمل تحديث. خش جوه جوجل، جوجل بلاي، اي تطبيق مكتوب فوق فيه مراجعه ريسكان، انا عملت فحص، عملت مراجعه للتطبيق ده من تاني وبشوف هل مثلا مناسب ولا لا، يقول لك ده مناسب لمن يبلغ 3 سنين. تمام، فلازم يكون التطبيق فيه مراجعه، فيه فحص، مش اي تطبيق اثبته على التليفون او جهاز الكمبيوتر. الحاجه اللي اهم من كده التحديث، ان انت تعمل تحديث للتطبيقات عشان خاطر الهاك هو درس البرنامج، درس التطبيق وعرف ازاي يخترق، فبالتالي لما انت تعمل تحديث انت سبقته بخطوه. بمعنى التحديث هو كده انا كتبت كود جديد، لغه البرمجه عباره عن اكواد، كود بيكتب كود، فبالتالي انا الكود بتاعي المخترق عرفه، يبقى انا لازم اغيره. نفس النظام مفتاح الشقه، هو طلع عليه نسخه، مفتاح الشقه طلع عليه نسخه، فانت بالتالي لازم تغير الكالون، لازم تغير المفتاح او القلب. تمام، نفس النظام، انا بديك مثال بسيط عشان خاطر تفهم اللي انا بقول. فانت لازم تعمل تحديث للتطبيقات، لازم تعمل تحديث لنظام التليفون. في تليفونات للاسف ما فيش اي تحديثات بتتم فيها، يبقى تليفونك ده تبيعه، وقبل ما تبيعه تحط كميه افلام على مسلسلات على التليفون عشان خاطر الذاكره الداخليه بتاعه الهاتف اقدر اعمل استرجاع لكل الداتا اللي كانت موجوده عليه. اي برنامج مدفوع، اي برنامج ب $5 $10 اقدر اعمل ريكفري للداتا اللي موجوده على التليفون او الهارد او اي جهاز بيخزن عليه اي داتا ممكن ارجعها، عشان ما يقدرش يرجعها نزل فيديوهات وافلام واحذفها، فيديوهات وافلام واحذفها. اعمل مثلا الموضوع ده 10 مرات وبعد كده سيب اخر حاجه انت ضفتها. هيجي بعد كده الشخص اللي خد التليفون لو شخص مؤذي ويعمل استرجاع، هيسترجع الافلام اللي ورا خالص، لكن مش قادر يرجع للداتا الاصليه بتاعتك. من النهاية كده تليفونك فيه مشكلة، هتعمل سوفت كده انت قضيت على المشكلة. طيب مش عارف تعمل سوفت، ما معكش فلوس تروح تعمل سوفت للتليفون، اول حاجة تعملها تخش على التطبيقات، التطبيقات اللي على التليفون، تشوف اي تطبيق خبيث احذفه، تطبيق انت ما تعرفوش احذفه. للأسف التطبيق الخبيث برضه ممكن يكون مخفي مش موجود جوه التطبيقات، فانت هتسطب على تليفون انتي فيروس. طيب سطبت انتي فيروس وبرضه عمل اسكان والملف برضه مخفي ما قدرش يوصل له، هتنزل انتي فيروس يكون مدفوع، انتي فيروس يكون قوي، مش اي انتي فيروس وخلاص. يا جماعه دي ازمه كبيره، لما حد ياخد الداتا بتاعتك وينشرها على مواقع مش كويسه ويهددك بيها، دي ازمه كبيره جدا. فنصيحه لوجه الله، اسمعوا الفيديو وركزوا فيه قوي، ابعتوا لاي حد، ابعتوا لبنتك لاختك، ابعتوا لاي حد في العالم ما عندوش اي خلفيه عن الجهاز اللي عين ده، التليفون ده، عشان خاطر التليفون ده لو عليه اي داتا شخصيه وفي حد بيخترق تليفونك هيبدا يبتزك بعد كده ويقول لك هات فلوس قصاد الداتا، وانت بالتالي بتدي له فلوس عشان خاطر تخلص، تلاقيه عامل نسخه تانية وثالثه ورابعه ويفضل بقى طول الوقت يبتزك. غير كده كمان اوعى تتصل باي شبكه واي فاي تكون مفتوحه. بعد ما كتبت اسم الراوتر والباسورد هدوس على لوجن، وبعد كده يظهر لك كل القوائم دي، هروح على هوم نتورك، ظهر لك هنا كل الأجهزة المتصلة بالشبكة بتاعتك، كل الأجهزة المتصلة بالراوتر بتاعك. فأنا بالتالي ظهر لي هنا تليفون، في تليفون تاني، في تليفون تالت، في شاشتين، وكذلك فيه لابتوب أو نفترض ديسكتوب، جهاز كمبيوتر. أقدر أعرف كل جهاز هنا وأعرف الأي بي بتاع الجهاز. فبالتالي نصيحة
ما تتصلش بأي شبكة واي فاي تقولك مجانية، عشان انت كل بيانات الجهاز بتاعك موجودة عند الشخص ده، فبالتالي ممكن يقتحم التليفون بتاعك. فنصيحة، ابتعد تماما ان انت تروح على اي شبكة واي فاي مجانية، فبالتالي لو انت ظهر لك هنا اي جهاز غريب، اي حد بيفهم في الهاك او في البرمجة هيقدر يقتحم التليفون بتاعك. فانا عشان فاهم في الحاجات دي، فانا هعمل ايه؟ هيظهر لي اي جهاز غريب هنا، بدوس على هنديليت. يعني مثلا انت في الكلية، انت في المدرسة، انت في اي مكان على كافيه، وانت عارف ان الكافيه قال لك ده فيه شبكة واي فاي، خش يا معلم ونزل اللي انت عايز تنزله واتفرج على اللي انت عايزه. فبالتالي الجهاز بتاعك تم تسجيل الدخول على الشبكة، الجهاز بتاعك بقى موجود عنده جوه الراوتر. لو دخلت على إدارة الأجهزة جوه إعدادات الراوتر، جهازك بقى موجود عنده، يقدر يخش على تليفونك ويخترقك. شرحتها في فيديو قبل كده، هسيب لك الفيديو ده في صندوق الوصف، وكذلك في أول تعليق مثبت. كل ما عليك فقط إن أنت تلاقي أي جهاز غريب جوه الراوتر بتاعك اعمل له ديليت، تمام؟ ولو هتدرس برمجة هتتعلم برمجة، اتعلمها عشان تفيد الناس، مش تتعلمها عشان خاطر تأذي خلق الله. البرمجة اللي بيتعلمها عشان خاطر مرتب المبرمجين كويس جدا، هيطلب منك شغل قوي جدا، تعمل ابلكيشن على التليفون، او نفترض تعمل لعبة، تعمل مثلا برنامج على الديسكتوب، برنامج لجهاز الكمبيوتر، تقدر تعمل تصميم مواقع. البرمجة جواها شغل كبير او حاجات كتير جدا. انا بدرسها عشان خاطر اتعلم، بدرسها عشان خاطر افيد ولادي، افيد زوجتي، افيد اخواتي، افيد الناس اللي بتتفرج عليا. بدرسها مش عشان خاطر مثلا استخدمها في ايذاء الناس. انا لو درست كل لغات البرمجه، والله العظيم انا ممكن اعمل قناه وكل حاجه انا اتعلمتها اقدمها ليكم، عشان خاطر احنا دلوقتي في ايام صعبه، اي حد عايز ياخد تعبك ومجهودك، عايز يشفطك كده ببلاش، تمام؟ يعني احنا في ايام الناس مش بتحب الخير لبعضها، ولكن ممكن يكون في نقول 1% 5% كويسين. فانا الحمد لله مهما حصل في الدنيا، او الدنيا ازمت قوي، مفيش حتى فلوس ولا اي حاجه، مستحيل اذي اي حد عشان خاطر اخد جنيه، مستحيل. مستحيل اروح مثلا اقول لده انا معايا حاجات خاصه بيك، لو ما ادتنيش فلوس هعمل فيك واسوي فيك. معلش انا لو كنت بعرف الفيديو، والله عشان خاطر انا متعصب جدا، بس ماسك نفسي برضه في الفيديو، ان الموقف اللي حصل معايا مش حصل معانا بس، بيحصل مع ناس كتير كل يوم. في حين برضه ان في بنات بيتاخد صورها وتتحط على فيديوهات من خلال خاصيه الديب فيك، والاب بيكون مش مصدق ان دي مش بنته، فالبنت انتحرت. ففي ازمات ومشاكل كتير بتحصل في حياتنا بسبب ان انت تليفونك للاسف اديته لحد، يكون الشخص التاني ده مؤذي، يحط مثلا برنامج تجسس على التليفون، فبالتالي البرنامج ده بسببه اي حاجه انت بتعملها في التليفون هو بيكون شايفها، مطلع عليها، عايش معاك. لو حصل اي عمليه اختراق، اول حاجه هتعملها تفصل الانترنت من التليفون وتعمل كل الخطوات دي. هو اساسا بيسرق الداتا من خلال الانترنت، فلما انت تفصل الانترنت عنه خلاص مش عارف من حاجه. فلو انت حسيت ان تليفونك بيسخن بدون سبب، البطاريه سليمه وبيسخن، او بيطفي ويفتح مع نفسه كده، يبقى في داتا بتتسحب، فانت دورك هنا تعمل ايه؟ تعمل سوفت للتليفون. هسيب لكم في صندوق الوصف وكذلك في اول تعليق مثبت القنوات اللي انا جبت سيرتها. الناس دي كويسه جدا، اتعلم برمجه، علم ابنك، علم بنتك، هتستفيد جدا لما ابنك يتعلم برمجه، وانت كذلك هتستفيد، هتدير وقتك بشكل صحيح. البرمجه علمتني ازاي دلوقتي ازاي اقدر احافظ على وقتي، من حيث الصلاه، من حيث الرياضه، من حيث ان انا اقعد مع ابنائي، من حيث ان انا ادير قنواتي على اليوتيوب، او نفترض لو عندي موقع الكتروني لسه ببنيه. علمتني برضو ان انا ما اكونش متسرع في الحكم على الناس، اكون صبور اكتر. البرمجة مش بتعلم الصبر، لا، دي اساس الصبر. البرمجة دي اساس الصبر، ومحتاجة منك بس ان انت ما تتسرعش وما تغضبش، ما تتنفسش، يعني خليك كده حد كده هادي خالص وانت بتتعلمها، عشان خاطر دي حاجة محتاجة منك صبر وممارسة، تدريب وممارسة. يعني مثلا مش تتعلم حاجة وتسيبها على جنب، لا، تعلمت حاجة اكتب 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 اكتب، سجل سجل، بحث، ابحث كتير ابحث كتير، ما توقفش عند حاجه واحده. فانا اي حاجه هتعلمها هقدمها على القناه، ولو قدرت ان انا اعمل قناه اخصصها للبرمجه والله لازم هعمل ده بالفعل، وبس كده. عندك اي استفسار اكتب لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليك. ولو لسه جديد معانا في القناه اشترك وفعل الجرس على الكل ليصلك كل جديد. كان معكم مجدي عبد الغفار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا يحفظنا جميعا ويبعد عننا شر الغيب والنفوس المريضه.